احنا هنجيبك النهارده ونقعد نقلب في الذكريات. طبعا سمعتيني وقعدتي تتجسسي وتتصنطي عليا كده. ايوه ضربتي ودني هنا وقعدتي تقولي بتقول ايه ماما نجوى بتقول ايه عليا. انا مش عارفه ودي، انا عايزه افضل حضنك يا حبيبتي. لازم كان يبقى حاجه اكبر من كده. لا لا اكبر من كده مش هينفع بالتصوير بقى، ده هيروح ابقى كده. حضرتك تسلمي لي كل خير بجد. ربنا يخليكي. بجد ما تتصوريش سعادتي قد ايه وانا مع حضرتك. انت بجد جميله بجد. بقيتي جميله اكتر في نظري لما عرفت شويه القصه بتاعتك. ساعات الواحد الجمهور قاسي جدا، قاسي قوي، ونمكي ومحسوك ومعلش انتوا بيت العيله، انتوا مش من الجمهور، انتوا بيت العيله. انا بتكلم على ناس تانية خالص اللي هو لوك 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 لوك. أيوة لوك لوك. أيوة. ها وقال لي وقلت له ما عندناش غير كده نقعد نعمله صح. ها وشويه اشاعات يروح يعمل اشعه، بدل ما اقول لك اعمل اشعه اعمل اشاعه، اروح اعمل اشاعه وادي يا ابني اسمها اشعه يا بنتي. أيوة. اسمها لا اعمل اشعه واخد على كده. فلما انا عرفت الحدوته لقيت قد ايه الواحد ممكن يتظلم. ظلمتي جامد صح؟ وقدامك سكه سفر صح؟ قريب. نرمين احكي لي عن علاقتك بامك. هو علاقتي بامي كانت، هي امي الحقيقه طول عمرها كانت صاحبه مرض، وكان ابتدى بالنسبه لها المرض او انا عشته من وانا عندي 16 17 سنه، كنت ثانويه عامه، كان شيء صعب قوي. انا اتظلمت، او بمعنى اصح انا تعبت، وده اللي محدش يعرفه خالص. وعلى طول احنا لازم نكون مبتسمين ونكون نبان بشكل تاني، لكن انا تحملت المسؤوليه بدري قوي، بس هي كانت تستاهل طبعا انا اتحمل عليها عنها المسؤوليه. هي تعبت وشفت قدامي حد بتجيله حالة معينة، مش عايزة أقولها بالظبط أو بالتفصيل عشان ما وجعش قلب الناس، ونزلت من بيتي متصورة أن أنا مش هلاقيها، وفجأة لقيتها قاعدة وفي جيران، وأنا استعنت برضو بجيران علشان نروح مستشفى وكلام من ده، وما كانتش فاكرة هي هو في إيه اللي حصل. اليوم ده أنا طبيت، يعني عيلة صغيرة فجأة طبت في الأرض، لأن اللي أنا شفته وفجأة أمي قدامي ما قدرتش، يعني ما كنتش متخيلة، لأنها خلاص كانت بتروح ونايمة جنبها، بالرغم إن أنا عندي أوضتي وهي ليها أوضتها، لكن أنا اليوم ده كنت عمالة أذاكر وبتاع ورحت نمت جنبها بالصدفة. بس كانت عيانة بالأول يعني؟ ما كانش في حاجة خالص. يعني أيوه. اللي حصل إن إحنا عرفنا بعد كده إنه عندها ورم في المخ، بس ورم حميد. أيوه. عملت العملية، ساب أثر في رجليها بالرغم أنه كان حميد وكلام من ده، بس حاجة بتاعت ربنا أنه هو ساب أثر، بقت بتعرج على رجليها. امرأة جميلة جدا، لطيفة جدا. هي أيضا اتظلمت كتير جدا، ويمكن هو ده اللي أنا دفعت ثمنه، ظلمها هي، أنا اللي دفعت ثمنه. مش هي دفعت ثمنه طول عمرها، فانا بقول عليها دفعت ثمنه في المرض، دفعت ثمنه في الحياه. هي ما كانتش بتشتغل، هي قاعده بتربيني. ان اتطلقت من والدي، انا وحيده، فبقيت انا كل حاجه، وهي اللي شافته في حياتها، او الظلم اللي اتظلمته، او ان ست تبقى لوحدها برضو في الحياه حتى في وجود عيله. وعيله الحقيقه يعني انا بكن لهم كل تقدير واحترام، يمكن انا اتحسد ان انا عندي العيله دي، الا ان في الاخر برضو في الاخر احنا الاثنين اللي مع بعض. شفت كتير، انا بقى شفت كتير من ساعه الواقعه دي، ابتديت اتحول من البنوته اللي هي بقى كده لسه مش لواحده تانية خالص، ابتدت يبقى عندها شويه مسؤوليه، المسؤوليه ابتدت تكبر 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 تكبر، بس يمكن بالوقت او بالزمن بتتفاوت، ممكن تبقى مره عاليه قوي مره تهدى، بس انا كنت دايما في حاله ترقب، في حاله قلق. انا في اللوكيشن، امي ما بتردش على التليفون. خلصي جامعه؟ حصل، خلصت مدرستي فيكتوريا كوليدج انا، وجامعه اسكندريه. هي كنت دايما لاخر وقت قبله حتى لغايه الوفاه، انا دايما ما بعرفش اتحرك، لكن بقى في الفتره الاخيره من 2010 هي كانت شويه دؤوبه محبه للحياه، بس كتر المرض تعبها، لان في 2005 جالها ورم تاني وسافرت انا وهي.
هتصدقيني حضرتك لو قلت لك عارفه اللي بتتفرجي عليه في الافلام اللي هو تبقي ماشيه في الشارع بتعيطي بجد ولابسه تريننج على جاكيت مونتو وبعيط وهل امي هتقوم مش هتقوم وبتولي معاها وترجع ونرجع انا وهي مع بعض من بره. فكان في لا رحله 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 صعبه قوي ليها، بس اكيد انا برضو الشلت ده عنها واثر عليا انا في حياتي طبعا. بالتالي هي وهي تعبانه انت كنت بتشتغلي، انت اخذتي ملكه جمال ده في بدايتي خالص في اسكندريه. في اسكندريه وبعدين نزلتي مصر القاهره اعلانات في الاعلام وبعدين اشتغلتي في التمثيل ونجحتي الحمد لله. فجاه ما لقيناكيش عشان والدتي. هو ده بقى كان حوالي 3 سنين 4 سنين هما بالظبط الثلاث اربع سنين هما من 2010 كنت بعمل مسلسل الحياه كان غريب جدا لينا كلنا، يعني لوالده ممدوح عبد العليم رحمه الله عليه، للمنتج والدته برضو تعبت، والدتي تعبت ده ايه ده؟ لا كان ده مسلسل يعني إيه؟ الحمد لله هو اساسا كمان مسلسل ما كملش. اسمه ايه؟ اسمه هز الهلال يا سيد. هز الهلال يا سيد، مع انه كان مسلسل حلو جدا ده الاستاذ محمد جلال عبد القوي كان المخرج الاستاذ احمد صقر كاست هايل طبعا سبحان الله، بس المسلسل كمان ما كملش وحصلت حاجات كتير قوي في المسلسل. فانا من 2010 وانا شفت كل الاحداث بقى يعني مع والدتي شلت كل حاجه.